أهلا بكم من جديد، ونبدأ جولتنا في مختارات العميرة والمقالات من أخيرة الجريدة، ومنها نقرأ للكاتب حيدر المكاشفي من زاويته بشفافية التي جاءت بعنوان لماذا يولول أردول. ابتدر المكاشفي زاويته من أمثالنا الشعبية السودانية المفصحة. هناك مثل يشكك في حقيقة نباح الكلبة، والمثل يقول الكلب ينبح حرصا على ذنبه، ومؤدي المثل يذهب إلى أن الكلب حين ينبح على إنسان أو أي من كان ويهوه فيه إنما يفعل ذلك حرصا على ذيله من أن يطاله القطع والبتر، وليس دفاعا عن صاحبه وإن استفاد صاحبه من نباحه. والمثل يضرب في بني البشر على من يبدو ظاهريا أنه يستميت في الدفاع عن شيء ما، ويمضي الكاتب. وعلى غرار هذه الممارسة ابتكر منظمو كرة القدم خطة الهجوم غير وسيلة للدفاع. أما صاحب الخطة الأصلي الذي استلفها منه الكرويون فهو القائد الفرنسي نابليون بونابرت، الذي كان يلجأ للإجهاز على الخصم في الحرب بمبادرته ومباغتته بالهجوم حتى لا تكون لديه الفرصة لمهاجمته ووضعه في خانة المدافع. وهذا عين ما يفعله الآن أردول، السكرتير السياسي لحزب أردول وعسكوري المسمى بالتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، الذي لا يتعدى مجموع عضويته حمولة ركشتين وهايس. ولكن أردول وعسكوري قد كونا هذا الحزب الوهمي في عجالة لنيل نصيبهما من المال والسلطة، وللأسف نالا ما أرادا بتلك الفهلوة، فتسنم الأول منصب مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، وهي مؤسسة تحتكم على موارد إيرادية ضخمة، ويقبض مديرها أردول راتبه بالدولار الحار. أما الثاني فقد شغل في البدء منصب مدير إدارة السلع الاستراتيجية بوزارة المالية قبل أن يزع عنه لملابسات ما، ليصبح بعد الانقلاب مديرا لشركة عزة، المعقل الكيزاني المعروف الذي شغل فيه جبريل إبراهيم منصب المدير إبان العهد البائد. المهم إن أردول حين أحس بدنو أجله الوظيفي في الوظيفة الدولارية، وربما كذلك تحسبا وتحوطا وخوفا من ما يلاحقه من اتهامات بالفساد، طار صوابه وجنة وفقد المحنة والمحبة للعسكر، فطفق يكيلو أسباب والاتهامات لحبيبيه السابقين العسكريين البرهان وحميتي، ويدمغهما بالكذب والتلفيق، ولا تثريب عليه، فمثله وفي حالة مودته وموالاته السابقة للعسكر وحالة هيجانه وغضبه أو غضبته الحالية عليهم، من أين له أن يدرك حكمة الحديث الشريف الذي يقول أحبب حبيبك هونما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. كما لم يدرك أن السياسة فعل متحرك، غير أن أكثر ما يسوء في هضربة أردول هو حديثه الذي يجعل من أجهزة المخابرات مثل وكالة علي شدو في مدني مفتوحة للغاشي والماشي، ومثل بوابة من غير بواب أو جنينة وغفيرة نايم، بأن يجعل تقاريرها المفترض أنها غاية في السرية مبذولة ومتاحة وقاعدة في سهلة وصقيعة، وهو أحد من اطلع عليها واستشهد بها. وختم الكاتب زاويته، فهل ترى الأمر كذلك أم أن لأردول عيونا وجواسيس اخترقوا بهم هذه الأجهزة؟ فمن يجيبنا، أردول أم الاستخبارات؟